السادس والأخير من أركان الإيمان. إحرج على الغل ركن إيماني. الإيمان بالقضاء والقدر. الله هو شادق ياز نخلر ديل قل اختيشر. له أربع مراتب أربع درجات. دي درج دعونتن. الدرجة الأولى العلم أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. دحر درجة علم دعوني وإيمان دلر الله أنا ميلدلهم خارتن ميلدلهم يتعلم خلر. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة كل شيء. تعقشولغ درجة الله هو أمر در إشادك دعيازده. الثالث أنه لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما أراد الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. قولغ درجة دعوني إذا الله الله لإني بحق دنيا نجحتهم خليشاتهم. الرابع أن العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة. إشتى وين خادي إشتى الله ليق ولا نوعم تنعمل شق ولا نوعم. ماذا أصنع؟ تعقدوس. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. أت تقدر جتاني إيمان دلوس. ومع هذا أعمل. أتنساني إيمان دلر صونا عمل شو؟ أعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار. يلزمن أهلن عمل شخ عمل شو أس جوجة أهلن عمل شخ جينا أولش. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. تا إشتا دعنا شو دوس الله هو سو أهلن يلزمن أهلن غير أولش. أجمع بين الإيمان والعمل. إشتا شهم أوش تو أسيتاني إيمان عمل. وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى بأن الله اختارني بأن أكون من أهل الجنة لا من أهل النار. الله يتاني سيدك وإلا خولد السيدك جعون الله هو سيلزمني أهل نغوين خروي الله.